ها هي الحياة تعود من جديد إلى دور المحترفين لكرة القدم بعد توقف طويل دام ل47 يوما بعد مشاركة المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية. الفرق الاثني عشر استغلت هذا التوقف بالتحضير الجدي للعودة من جديد لمباريات إياب المحترفين، فمنها من استغنى عن لاعبين واستقطب آخرين، وأخرى غيرت مدرائها الفنيين ومدربيها لتصحيح المسار في الأسابيع المتبقية من عمر الدوري. في الأسابيع الماضية كثفت الأندية من تحضيراتها، فخاضت العديد من المباريات الودية بهدف الوقوف على جاهزية أداء لاعبيها ومستواهم قبل الانخراط في مباريات الدوري الرسمية. المستوى العام لمباريات الذهاب كان متوسط الأداء، وشهدت أسابيعها الأخيرة تحسنا ملحوظا في إثارة وندية مبارياتها، رغم أن بداية الدوري شهدت شحا كبيرا في الأهداف، لكن المعدل التهديفي تحسن نوعا ما في آخر الجولات. المنافسة لا تزال محصورة بين الوحدات والرمثة، وهناك فرق تحاول الاقتراب إليهم كالصريح والحسين إربد، أما أندية الجزيرة والأهلي وحتى ذات رأس فستحاول تحسين مركزها على سلم الترتيب، وتتمنى جماهير النصر الأزرق عودة الفيصلي إلى عاهد مستواه وتغيير الصورة التي ظهر بها خلال الذهاب، وشباب الأردن والمنشية تقبع في مراكز تشوبها رائحة الخطر، والبقعة واتحاد الرمثة يصارعان بالبقاء في دور الأضواء للعام القادم.